صلوا بينا على النبي. وبيبدأ المسلسل مع الطالب هاني اللي بيروح للمدرسة وبيكون مرعوب، وبيلاقي حد من الطلبة بدأ يضايقه وبيتنمر عليه، وساعتها هان بيسيبوه وبيمشي، وبيكون المتنمر وصاحبته جين شايفينه وبيضحكوا. وبعد ما هان بيخبط في 2 طلبة وبيقع على الأرض، بيبدأوا الطلبة يتنمروا عليه وبيهزقوه. وبنشوف بعدها هان راح لصاحبه كيو بيتكلم معاه، وبيعرفه إنه مش لاقي الكتاب اللي قال لهم عليه. وبيكون كيو خايف من اللي حصل وبيسأله هيعمل ايه، وبيقول له هان إنه هيروح للفصل ويتأكد إذا الكتاب موجود في شنطته. وبعد ما هان بيروح للفصل وبيلاقي اسم الكتاب موجود على السبورة، بيبدأ بعدها يدور عليه في شنطته ومش بيلاقيه. وفي الوقت ده بنشوف الطلبة اتجمدوا في مكانهم، وبيكون هان شايف النور اختفى وبيبقى خايف، وساعتها بتظهر حاجة غريبة وبتبدأ تهاجمه، وبيلاقي بعدها بنت على شكل شبح ظهرت وبتخلص عليه. وبنعرف بعدها إن في أسطورة ظهرت في الفصل بتاع هان، وبيقول الطلبة إن كل يوم بيظهر شبح بنت ويكتب اسمه على السبورة. وبنعرف كمان إن الطالب اللي مش هيجيب الكتاب للمدرسة هيظهر شبح بنت ويخلص عليه، وبيكون الطلبة خايفين يموتوا وبيضطروا ياخدوا الكتب كلها للمدرسة. وبيظهر إن الأسطورة بتقول إن الطالب اللي هيموت هيختفي، وإن الطلبة كلهم هيكونوا مش فاكرين الطالب اللي مات. وفي الوقت ده بنشوف شبح البنت الغريبة ظهر من تاني، وبتنجح بإنها تاخد هان معاها وبيختفي من المدرسة. وفي تاني يوم بنشوف الطالب كيو راح للمدرسة، وبيقول إن معندوش صحاب وبيتعرض للتنمر طول الوقت. وبنشوفه بعدها راح للفصل وبيصور اسم الكتاب اللي موجود على السبورة، وبيبعت بعدها الصورة على جروب المدرسة، وساعتها الطلبة المتنمرين بيبدأوا يشكروه. وبنعرف إن هما بيكبروا ويروحوا للفصل أول واحد علشان يقول لهم باسم الكتاب اللي على السبورة. وبعد ما الطلبة بيجوا للمدرسة وبيبدأ المدرس يتأكد من أسمائهم، بيفضل ينده على اسم الطالب هان ومفيش حد بيرد عليه. وبيصار وقتها إن الطلبة مش فاكرين صاحبهم اللي مات، وبيكون المدرس مش فاكره هو كمان وبيستغرب من وجود اسمه في الورق. وبعد لحظات بنشوف المتنمر بدأ يتكلم مع الطلبة، وبيسألهم إذا كانت الأسطورة قصة من خيال حد من الطلبة وبيضحك عليهم. وبيبدأ وقتها طالب يتكلم مع المتنمر، وبيقولوا إن هما مش عايزين كيو يصور لهم اسم الكتاب لو كلام الأسطورة كده. وساعتها صديق المتنمر بيقولوا إن هما مش عارفين إذا قصة الأسطورة كده، وإن كيو لازم يصور لهم اسم الكتاب علشان يضمنوا سلامتهم. وبنشوف بعدها واحدة من الطلبات بدأت تتكلم مع زمايلها، وبتسألهم هيعملوا إيه لو كيو تأخر على المدرسة ومصورش اسم الكتاب. ومزملها بيسألها إذا كان في حد من الطلبة هيجي للمدرسة مكان كيو، بيقولوا الطلبة كلهم إن هما خايفين ومستحيل يجوا للمدرسة ومش عارفين اسم الكتاب. وبيكون كيو سامع كلامهم وبيتضايق، وبيقرر بعدها يمشي وبيسيب المكان. وبيلاقي ساعتها صديق المتنمر جاله وبيتكلم معاه، وبيطلب منه يجي للمدرسة في أول اليوم وميتأخرش كالعادة. وساعتها بتظهر الطلبة جين وبتقول لصاحبها ما يضغطش عليه، وبتعرفه إن كيو بيعمل اللي يقدر عليه علشان يساعدهم. وفي تاني يوم بنشوف كيو راح للمدرسة وبيبدأ يفطر، وبيكون مش عايز يروح للفصل ويصور اسم الكتاب. وبيلاقي وقتها الطلبة بدأوا يبعتوا له رسائل وبيسألوا عن اسم الكتاب، لكنه مش بيرد عليهم وبيفضل ياكل. وبيصار بعدها حد من الطلبة وبيسأل كيو اللي بيجي أول واحد للمدرسة، وبيقول إنه مش شايف أي حد من طلاب فصله ودخل المدرسة. وبيكون كيو مش عايز يعرفه بقصة الأسطورة اللي ظهرت في فصلهم، وبيقول إن زمايله هيجوا للمدرسة دلوقتي. وبعد لحظات بتيجي رسالة لكيو من زميلته جين اللي بتفكروا يروح للفصل ويصور اسم الكتاب. وبعد ما كيو بيروح للفصل بيصور لهم اسم الكتاب، بيلاقي وقتها الطلبة بدأوا يتخانقوا معاه علشان بعت الصورة في وقت متأخر. وبيروح وقتها كيو يمسح اسم الكتاب وبيكون متضايق، وبيلاقي بعدها نطفة دم جت على جسمه وبيبقى متوتر. وساعتها بيظهر شبح البنت الغريبة وبيقرب منه، وبيكون كيو فاكر انه بيتخيل وبيخاف من اللي حصل. وبنشوفه بعدها كان عايز يخرج من الفصل، لكنه بيلاقي شبح البنت الغريبة ظهر مش بيعرف يمشي. وفي تاني يوم بنشوف كيو كان في الفصل، وبيلاقي بعدها الطلبة كلهم بدأوا يتجننوا وبيعملوا حاجات غريبة. وبيظهر ساعتها شبح البنت الغريبة في الفصل، وبيكون معاها الطالب هاني اللي خلصت عليه. وبيكون كيو خايف من اللي حصل وبيقع على الأرض، بس بعدها بيظهر انه كان بيتخيل وبيسأله المدرس إذا كان كويس. وساعتها المتنمر بيبدأ يتريق عليه، بس كيو مش بيرد عليه وبيقعد في مكانه. وبعد ما بيخلص اليوم الدراسي بيكون كيو عايز يمشي، بيلاقي المتنمر ظاهر في وشه وبيقوله ما يتأخرش على المدرسة تاني. وما المتنمر بيقوله انه عرف من طالب انه كان بيفطر وما راحش للفصل، بتبدأ جين تدافع عن كيو، وبتقوله المتنمر انه احتمال يكون راح يفطر بعد ما شاف اسم الكتاب. وساعتها المتنمر بيتعصب وبيبدأ يتنمر على كيو، وبيقوله صحاب المتنمر ان هما هيضربوه لو ما جاش للمدرسة في أول اليوم. وبعد ما كيو بيقول لهم انه خايف يتأذي من الأشباح، بيقولوا المتنمر ان كلام الأسطورة كذب لكنهم عايزين يتأكدوا. وساعتها كيو بيعرفهم انه شاف اسم الطالب اللي اتكلم عنه المدرس موجود على الكرسي، وانه ممكن يكون حد من زمايلهم ومات. وبيكون الطلبة مش مصدقين كلامه، وبيعرفوا انه لو حد من صحابهم كانوا هيفتكروه. وبتكون جين شايفة الطلبة بدأوا يتنمروا على كيو وبتقول له يمشي، بس المتنمر بيوقفه وبيكون عايز يضربه. وبعد ما جين بتتكلم مع المتنمر وبتطلب منه يسيبه،
بيمشي بعد هيك يوم من المكان وبيكون متعصب، وبنشوف بعد هيك يو رجع للبيت وبيكتب منشور انه بيتعرض للتنمر، وبيلاقي وقتها الناس بدأوا يشجعوه وبيقولوا له ان هم هيكونوا صحابه. وفي تاني يوم بنشوفه راح للمدرسة وبيصور الساعة وبيكون عايز يثبت للمتنمرين انه وصل للمدرسة في اول اليوم. وبعد ما كيو بيدخل الفصل وبيصور بس مباشر، بنعرف انه عايز المتنمرين يشوفوا شبح البنت الغريبة اللي بيظهر له. وبينجح بعدها كيو بانه يصور اسم الكتاب وبيكون مرعوب، وبيلاقي وقتها البنت الغريبة ظهرت وبتبدأ تهاجمه. وبعد لحظات بيفوق كيو بيلاقي نفسه في العيادة بتاعت المدرسة، وبيعرف من صاحبته جين ان هما لقيوه مغمى عليه. وما جين بتفرجوا البث المباشر اللي عمله، بيلاحظ كيو ان شبح البنت الغريبة ما ظهرش في الفيديو وكانت مخفية. وساعتها جين بتسأله اذا كان كويس وبتطمن عليه، وبتكون فاكرة ان هو اتصاب بنوبة مفاجئة ومفيش شبح هاجمه. وبنشوفها بعدها مشيت معاه وبيكونوا رايحين للفصل، وبيبقى كيو مبسوط علشان جين صدقته وبتهتم بيه. وفي الوقت ده بنشوف الطلبة كانوا شايفين كيو لما اغمى عليه في البث المباشر، وبيقولوا انه كمان اغمى عليه من الرعب. وبعد لحظات بتتقابل جين مع الطالب بارك اللي بيقول له انه مش لاقي الكتاب بتاعه وخايف الشبح يظهر ويخلص عليه. وما كيو بيسأله اذا كان متأكد ان هو جاب الكتاب معاه، بيقول له بارك انه جابه معاه لكنه مش لاقيه في الشنطة. وبعد ما جين بتقول له بارك يدور في الشنطة كويس، بيروح بعدها بارك للفصل وبيبدأ يدور على الكتاب من تاني. وبيكون كيو شايف الطلبة بدأوا يضحكوا عليه علشان اغمى عليه، بس وقتها بارك بيتخانق معاهم وبيقول لهم ان كيو افضل منهم، وبيقول لهم بعدها ان هم اصحابه ومفيش حد منهم ساعده، وان كيو اللي كان بيتنمر عليه هو اللي حاول يساعده. وساعتها كيو بيطلب من بارك يمشي وراه وبيخرجوا من الفصل، وبيكون عايز يديه كتاب حد من طلاب الفصل التاني. وبعد ما كيو بيروح يتكلم مع طالب من الفصل التاني وبيسأله اذا جاب الكتاب، بيعتذر له الطالب وبيقول له انه سابه في البيت. وفي الوقت ده بنشوف المتنمر بدأ يتخانق مع صاحبته جين، وبيسألها ليه راحت العيادة علشان تطمن على كيو. وما جين بتقوله انها بتعمل كده علشان خايفة على الطلبة، بيكون المتنمر مش فاهم كلامها وبيفتكرها معجبة بكيو. وبيعرفها بعدها ان والد كيو عنده منصب كبير في البلد وسرق فلوس كتير، وان كيو لازم يكون خادم اليوم بسبب والده الحرامي. وساعتها المتنمر بيعرفها ان زميلهم بارك بيستغل كيو علشان يساعده، لكنه بعدها هيبدأ يتنمر عليه كالعادة. وبتبدأ وقتها جين تشرح له اللي حصل، وبتقول انها كمان بتكره كيو لكنها بتقرب منه علشان تعرف اذا حاول يأذيهم وتمنعه. وبعد ما جين بتقول انها كانت شايفه كيو وهو بيفطر وما راحش للفصل، بتعرف انها في يومها اللي بعتت له رساله علشان يروح للفصل. وساعتها المتنمر بيعرف انها بتقرب من كيو علشان تحميهم، وبيكون متضايق علشان افتكرها بتساعد كيو. وفي الوقت ده بينجح بارك بانه يلاقي الكتاب بتاعه في الشنطه بتاعت اماك، وبيبقى اماك متوتر وبيقوله ان اسمه مش موجود على الكتاب. وما بارك بيعرفه انه رسم على الكتاب صوره شبح وبيتهمه بالسرقه، بيبدأ وقتها الطلبة يتخانقوا مع أمك بسبب اللي عمله. وساعتها أمك بيقول لهم إن كيو هو السبب في اللي حصل، بسبب إنه فضل مستنيه كتير لغاية ما بعت لهم اسم الكتاب. وبيعرفهم بعدها إنه كان متأخر على المدرسة وما خدش باله إن الكتاب وقع في عربية والده، وإنه بعدها كلم والده في الموبايل ورفض يديه الكتاب. وبنشوف بعدها كيو صار وبيكون سامع كل حاجة، وبيضرب ساعتها أمك لغاية ما بيقع على الأرض، وبيقول له وقتها إنه ملوش علاقة بسبب اللي حصل معاه، وإنه ما كانش ينفع يسرق كتاب زميله مهما حصل. وبيكون المتنمر متضايق من اللي عمله كيو وبيبدأ يضربه، بس كيو بيزقه وبيحذره ما يقربش منه. وساعتها بيسمعوا صوت الجرس وبيتجمدوا في مكانهم، وبتظهر بعدها حاجة غريبة خاصة بالشبح وبتمشي في المكان. وبعد ما الطلبة كلهم بيختفوا وبيفضل بارك لوحده، بيظهر له بعدها شبح البنت الغريبة وبيكون عايز يخلص عليه بسبب إن أمك سرق الكتاب منه ومعرفش ياخد باله من شنطته. وبيحاول بعدها بارك يهرب من المكان ومش بيعرف، وبيلاقي البنت الغريبة ظهرت من تاني وبتخلص عليه. وفي تاني يوم بنشوف كيو راح للمدرسة وبيقرر ينتقم من الطلبة كلهم، وبنعرف انه كان سامع جين لما قالت انها بتقرب منه علشان تحمي صحابها. وبنشوفه بعدها دخل الفصل وبيمسح اسم الكتاب، وبيبعت للمتنمرين صورة بتاعت كتاب تاني. وبعد لحظات بنشوف الطلبة كانوا في المدرسة وبيلاقوا شبح البنت الغريبة ظهر، وبيحاولوا وقتها يهربوا من المكان مش بيعرفوا. وفي نفس الوقت بيظهر شبح الطالب هان اللي مات، وبيروح يقول للمتنمر ان هو زميله هان. وساعتها المتنمر بيفتكر اللي حصل معاه من فترة، وبنعرف ان هو راح لجين واداه الكتاب بتاع هان، وبيظهر ان هما كانوا عايزين يتأكدوا اذا كلام الاسطورة كذب، وان بعدها قرروا ياخدوا كتاب هان علشان يعرفوا اذا كان هيموت. وبنرجع بعدها للوقت الحاضر، وبنشوف هان انتقم من المتنمر وخلص عليه، وبتبدأ البنت الغريبة تهاجم الطلبة اللي جوه الفصل. وفي تاني يوم بنعرف من الاخبار ان طلاب الفصل كلهم ماتوا، وبيقولوا ان المدرسة بتاعتهم خلصت عليهم. وبنعرف كمان ان المدرسة خلصت على نفسها بعد اللي عملته في الطلبة، وبيكونوا رجال الامن مش عارفين السبب اللي خلاها تخلص عليهم. الفيديو ده كتبه عمرو، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وكمان تابعونا على قناة انمي في ثواني علشان تشوفوا ملخصات الكرتون، وهتلاقوا روابط الانستا تحت في الوصف، واعملوا لها فولو هي كمان. سلام.